قصتنا تغلي دراما دراما ماني قادر على الكوميدي يا نيشان خلي قصتنا تغلي دراما دراما ماني قادر على الكوميدي يا نيشان على الجرح لا تحط ملح رشة كمون واعطيها فوق الرشي عصرة ليمون خلي قصتنا تغلي دراما دراما الصبايا الحلوين تفضل تفضل يزيد فضلك ابو النور اهلا وسهلا تفضل ارتاحوا ارتاحوا اهلا وسهلا كيف ابو النور الله كرمنا بفضله مو معقول مو معقول ابو النور ريحه بارفانك موصله لمدخل البنايه كثير كثير مزوال لك وانت ما تبلع الطاقيه الزانه تفك الاهل ولا انت هالنضاره لشعراتك ولا لعيونك قولي عليك ابو النور قبل ابو النور شو بتحبوا تشربوا؟ عنا كمون وليمون وزهورات وبابو ليش؟ مرة تانية مثل ما قالت لك سوسو مرة تانية هلأ إلك ولا لديب أبو النور؟ لخص الديب لعيوني صراحة أنا وسوسو عم ندور على شقة تكون شرحة وبرحة الله أكبر! أنتوا تبع شرحة وبرحة؟ أنتوا رقمكم بلش بثلاث ستة؟ Exactly يعني بصراحة أنا حكيتوني على التليفون وقلتولي على مبلغكم وأنا هيك شقة بهذا السعر أجار ما عندي لأنه أنا منطقتي راقية راقية لك دور أبو النور بركي بتلاقي أبو النور دور بالدفتر مثل ما قالت لك سوسو كلا سطر نزيل سطر أكيد حتلاقي يعني بصراحة بدون لف ودوران أنا عندي شقة هون بقفاية بالحارة التانية بتصيروا جيراني بتفوتي من أول الدخلة هون ربع بناية على إيدك الشمال والحارة مخدنة من كل شيء براس الحارة في صيدلية وبنص الحارة في بياع الفول والحمص وبنص منكم في بياع التقسيط أبو سعيد هذا بتصير بتاخذوا من عندهم التقسيط شلون ما بدكم بس في مشكلة صغيرة بهالشقة شو هالمشكلة؟ يعني بصراحة الشقة ما بفت لها شمس بنوب 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 بسيطة بيومين نشمسها تشمسوها؟ انت متهم بسرقة محل موبايل تبع جارتكم شو بتقول؟ انا سيدي الله وكيلك بريء يا سيدي بريء اسمعوا لا انكارك ما رح يفيدك اعترف احسن لك يا سيدي دخيلك شلون بدي اعترف بتهمة ما بعرف عنها شي والله العظيم بريء ما صدقتك يا سيدي
الله وكيلك عمل لك بريء. اصلا سيدي انا مستغرب، مستغرب شلون اجيت لهون، ومستغرب منين اجتني هالمصيبه، ومستغرب شلون هالتهمه التزقت فيني، مستغرب سيدي. يا شاهد ابو عارف، انت بتشهد انك شفته عم يسرق؟ بصراحه سيدي ما شفته، بس شفته وهو مستغرب. ايوه يا زهري. لا سيدي، كل شيء الا زهري. الله يرضى عليك يا زهري. عم صخر، شو رايك لازم نجيب له الجماعه نقوط بهالعرس؟ والله يا بتعرس صفاء ما قصروش. يلي بدك يا تقبرني. والله انا برايي نجيب له منقوط هيك مثل الفازة، شي شغله تنحط بهالزاويه يعني تبين بجوات هالدار. هي فكره حلوه، بس انت شو رايك يعني نجيب لهم تريا هيك شكله يكون كتير حلو تلبق مع لون فرش الطقم؟ لا لا لا، بدي اشي غير هيك. شو بدك يعني؟ يعني براد، غسالة. ايه فكرة كتير حلوة، براد ببابين على الهواء وبنقطة. شو رأيك؟ لا لا، كبير البراد، كبير البراد. أصغر أصغر، شيء أصغر أصغر. طيب شو رأيك بشي غسالة أوتوماتيك مثلا؟ يما يما، إن شاء الله عمي أبو حسن معزوم على العرس. طبعا معزوم، بيعلم صيبة. ليش بقى؟ لأن عمو أبو حسن معلم صحية وبيصلح حنفيات. إيشو قصدك؟ بكرة ما بيخليش حدا ينقط. تقبرني طالع فتح لأبوك العاد. شلون يما؟ فرخ البط عوام. الله يرضى عليك يا أبا. علم هلبية ما أطيبها. طيبة كتير. إن شاء الله صحة وهنا تقبرني. على قلبك. مي كلي شبك. شبنا مرت عمي ما تاكلي ولا مالك حاببتيها يعني؟ على قليلة مشان كنسك يعني. أنا يا والله اعترنا فيكي لك أمي. شبك كلي. هي يا علي ما عم تاكل. والله يا حبيبي عجزت فيها هيك طول الوقت قاعدة، لا عم تحكي ولا عم تشكي، بس أنا كرمال عيونك بحطها على راسي. لك الله يرضى عليك انت، لك دخيل ولا تقبري. اترك لي يا ابي. ايه تفضل. تيتي 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 تيتي. طيب تاكلي مهلبيه ولا تتجوزي؟ تقبر قلبي يا تيتي، المهلبيه قاسيه اسناني. يا رب فرجك قريب. دمرتني. ولك ايه شبك شبك، ليش معصب؟ هذا الابن ال ما عم يشتغل. لك ايه بيكون شو هو شو هو؟ لك عود الكبريت. ايه بيكون عطلان. الله وكيلك كان شغال قبل شوي. هات لي جربه. من هون؟ من وين؟ من هنيك. غريبة، لازم نشتغل. ليه؟ شفت شلون؟ لحظة بركي من هون. ما شغال بنوب. الآن الدرس 172، جاهزين ولا؟ جاهزين. فوق. الدرس الثاني سلوى يا سلوى. جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين. سلوى يا سلوى ليش عم تبكي؟ 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 سلوى يا سلوى ليش عم تبكي؟
ليش عم تبكي؟ سلوى يا سلوى ليش عم تبكي؟ استراحة ولا؟ يا معلم مرحبا. خير يا شباب يا حلوين، شو صاير معكم؟ ليش هيك عم بتنطوا؟ معلم هدول حبات بوشار وعم تفرقع. وانت يا سطور ليش واقف لحالك وما عم تعمل مثلهم؟ والله يا معلم انا لزقهم بأرضية الطنجرة. لزقهم بأرضية الطنجرة؟ قلت لي اي يعطيكم العافية. شكرا يا شباب. اجت السمنة اجت السمنة اجت السمنة. طلب علي طلب علي يا رب يا ربي يا خير أخي. شبك شبك مهمو خير الله يا أخي. برتي برتي عبدو لجوا ايش حالك؟ الله ينفع لك يا بالسلامة. شد الهمة. طولي بالك طولي بالك رحت لحم بالك. أنا السبب. إيه والله أنا السبب. لك أنا السبب. يا ربي يا ربي سامحني. شو بدي أحكي قدام العالم؟ أنا السبب. توب يا ربي ما بقى عيدها. سامحيني على السبب. لك يا أميت أهلا وسهلا. نور البيت والله. نور وجودك حبيبتي. تعالي صبحية تعالي. هيدان سهير اللي حكيت لك عنا مبارك. ايه سهير هاتي من الأخير. ليش ما اجيتي مبارك؟ سكتي سكتي امبارح صارت لك قصة عند ام فايد صغير شكل. انت اللي سكتي. انا ساوي دولة قهوة لانك بدك تحكي لي بالتفصيل. تقلي يا حبيبتي. على راسي. كيفك يا بابا؟ منيحة. خالي خالي ما لتمدي لسانك تأرجيني يوم. وليش حبيبتي؟ لانه ماما دائما بتقول انه لسانك مثل لسان العربة. مسكتك وليه؟ مسكتك يا شاشة. لك انت بهيمة ما بتفهمي. بهيمة ما بتفهمي. كل يوم بيض 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 كل يوم بيض. طب شي نهار جبنة لبنة يا اختي شنقليش شبكي. شوفي حرامي حرامي. شو عم تقول حرامي؟ حرامي.
دخيلك يا اخي، يستر على عرضك لا تقتلنا، خذ كل شيء بدك اياه بس لا تقتلنا. طيب هلا اذا قتلتنا شو رح تستفيد؟ مبين عنك انسان طيب، ومبين من وجهك الطيب والاخلاق، ما تقتلنا. والله انت يا خيتو كمان باين عليكي بنت عالم وناس وست محترمه. ايش اسمك انت خيتو؟ اخي انا اسمي وداد. قلت لي اسمك وداد يوم؟ عاشت الاسامي يا خيتو. يا الله شقد هالاسم كويس، تعرفي ليش بحبه؟ لانه على اسم امي الحنونه الله يطول بعمرها، والله اشتقت لها. بتعرفي من امتى ما فتحت لها؟ من يوم اللي طلعت من الحبس. نزلي ايديكي خيتو لا تخافي وعليك الامان، نزلي ايديكي يا وداد. الله يخلي لك الست الوالده ويطول لك بعمرها. وانت ولك؟ ايش اسمك ولك؟ اسمه فريد. فريد ولك؟ لا لا اسمي فريد بس بينادوا لي وداد. كمان وداد؟ ايش عليه؟ رزق على الله عمي، تصبحوا على خير. الله معك، الله يعمي عنك اولاد الحرام. يعني هي القرية البسيطة اللي تربيت فيها أنا بناس البسطاء، بالصنوبر تبعها، بشجر السنديان، بشجر الدلب، كنت فيه على صوت الراعي أبو عادل وهو عم يراعي العنزات والغنمات، وغنمة فلتت من هون وعنزة فلتت من هون. هي البيئة الحقيقة بناس البسطاء الطيبين الكرمة كتير كتير أثرت فيني. بعتقد أستاذ جودة النعمان يمكن هي البيئة اللي عم تحكي عنها هي اللي ساهمت وحفزت شخص مهم مثلك ليقدم هذا الإبداع المهم للبلد. هذا الكلام اللي عم تحكيه أكيد، وأنا من هون بوجه لهم تحية كبيرة لأهل قريتي. يا ريت تحكي لنا أكثر أستاذ جودة، كيف بلشت الفكرة تتبلور وكيف قدرت تنفذها على أرض الواقع؟ الحقيقة بعد ما أخذت البكالوريا في قريتي أنا نزلت على الشام. طبعاً الشام الحبيبة، يعني العلاقات المتشابكة، الجيران مع بعضهم. استأجرت غرفة وقعدت صرت أدرس بالجامعة. بعد ما خلصت جامعتي كانت علاماتي متفوقة نوعاً ما، فصرت لي بحث على دولة أجنبية. بهي الدولة الأجنبية بآخر سنة بلشت هي الفكرة تختمر بعقلي، لحتى يعني تبلورت الفكرة على الآخر. الاختراع هذا اللي سويته أنا حاولت الدولة الأجنبية إنه سوي يعني عندهم بأرضهم يعني، فأنا رفضت الشيء، وهذا أقل من واجب يعني الإنسان أو المواطن تجاه وطنه. فرجعت أعمل هي هذا الاختراع أو هي الفكرة نفسها في المجتمع تبعنا. وفعلا مثل ما قلت أستاذ جودة، بلدك أولى بهي الإنجازات المهمة. بس اسمحي لي بشغلي، يعني رح أقول لك شغلي، إنه ما بعمره المواطن بيكون له منية على بلده، دائما البلد هي له منية على كل المواطنين، فنحن هذا أقل من واجب يعني. بس وتقديرا لهذا الواجب اللي أنت قدمته لوطنك، قررت إحدى الوزارات المعنية مع إحدى الجهات المختصة بتقدير الباحثين اللي عم بيقدموا فعلا اكتشافاتهم المهمة لهذا البلد، قرروا يقدموا لك هدية ومفاجأة أنا صراحة ما كنت بعرف فيها قبل ما فوت على الاستوديو. هي عبارة عن تمثال من البرونز الخالص. بتشكركم كتير. وقرروا ينصبوا لك هذا التمثال بالساحة الكبيرة بوسط المدينة. يا ستي بتشكرك إلك وإلهم ولكل من ساهموا بهذا الإنجاز، وشكرا للسادة المشاهدين كمان. وطبعا المفاجأة الأكبر للسادة المشاهدين ولإلك أستاذ جودات إنه هذا التمثال كلف 7 مليون، يعني هو مبلغ كتير قليل للإنجازات المهمة اللي أنت عم بتقدمها، بس هو عبارة عن رمز صغير للجهود المبذولة من حضرتك. تمثال بكلف 7 مليون؟ يا أسل، وبتقولي للمسؤولين إنه بدل ما يدفعوا 7 مليون حق تمثال من برونز يعطوني كل يوم 500 ليرة؟ أنا مستعد وقف ليل نهار محمل التمثال بالصيف تحت الشمس
وبالشتا تحت التلج. هو ما بدهم يحطوه بالصعد واقف محله بالساحات بالجبل بالهفا ضراب السكن ولك بجهنم الحمراء. ورغم هذا الشيء أنسي، أنا رح ضل ببلدي ورح ضل أقدم لك كل شيء فيني أقدم لي إياه. وبهالمناسبة بدي أتوجه بكلمة لأحد الأشخاص العزيزين على قلبي، الأخ أبو مشيل اللي كنت مستأجر عنده باب توبة. حقيقة آخر أجارة 3 شهور للغرفة ما أعطيته إياه، ويبدو هلأ ما رأى أحسن عطية هون. بس رح أقول له لابد ما يجي يومي أبو مشيل وأعطيك حسابك. شكراً لكم، وبتمنى منك تقلي لهم بلا ما يعملوا التمثال ويوفروا على البلد 7 مليون ليرة. بكون أحسن. شكراً لكم. وبنهاية حلقتنا مشاهدينا، طبعاً بنشكر الأستاذ جودات على الجهود اللي قدمها، وقال كلمة كتير حلوة، قال رح نضل نقدم لهذا البلد، نحن بدورنا رح نشتغل دايماً ونضل إيد بإيد وظهر بظهر وراس براس وفكر بفكر لنقدم كل شي بيخطر عبالنا وكل شي فعلاً بفيد بلدنا الحبيبة. بدي ودعكم على أمل نلتقي مع باحث جديد بحلقة جديدة. إلى اللقاء. خلي قصتنا تغلي دراما دراما، ماني قادر على الكوميدي يا نيشان. خلي قصتنا تغلي دراما دراما، ماني قادر على الكوميدي يا نيشان. عالجرح لا تحط ملح، رشة كمون واعطيها فوق الرشي عصرة ليمون. خلي قصتنا تغلي دراما دراما، ماني قادر على الكوميدي يا نيشان. بتبيع بقشرة ليمون.